أقدم كتاب للأمينة. اليوم هذه المعركة ما معركة روسيا لحالها ولا معركة بوتين لحاله، هي معركة اليوم لكل العالم بيطالب بالحقوق، بيطالب بحقوق الإنسان، بيطالب بإعادة الحق المسلوب من قبل العنصرية، من قبل الصهيونية، من قبل إسرائيل وعملائها، وأيضا حلف الناتو اليوم تواطأ معهم، مع الأسف الناتو ما حدا حيقدر فيه يحميه. شعب روسي ونحن جينا تيشجع روسيا. روسيا هي ما بلشت حرب، من 8 سنين بلش حرب، ومن 8 سنين عم بيقتلوا ناس بدنيتسك ولوغانسك وما حدا بيطلع فيه. هلا الكل بروباغندا تبع اوروبا تبع امريكا بتحكي قول روسيا عم تعمل حرب وعم تعمل شعب مدني. لا مش مزبوط. هذه من يوكرين وما بدها تقتل شعب يوكريني. Yeah.